ابنة وائل جسار تلفت الأنظار وتفاجئ والدها في عيد الأب، وهو يتأثر بسبب ما حصل. يا حياة قلبي، كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز. فاجأت ابنة الفنان اللبناني وائل جسار والدها بمناسبة عيد الأب على أسلوبها الخاص، بعدما قدمت له أغنية بصوتها ركزت على أهمية الدور الذي يلعبه الأب في حياة أبنائه. وفي التفاصيل، ظهرت ابنة الفنان وائل جسار داخل الاستوديو وهي تؤدي أغنية بنت أبويا للفنان هناء يسري، وبدا واضحاً إصرارها على إعداد هذه المفاجأة على أكمل وجه، وذلك من خلال تفاعلها مع كلمات الأغنية التي كانت تقرأها من هاتفها المحمول. توصل مكالمة نص اليوم لما غير دعيت. وأرفقت مارلان الفيديو الذي نشرته على حسابها عبر إنستغرام بتعليق جاء فيه: بابا حبيبي، أحببت أن أهديك هذه الأغنية بعيد الأب، إن شاء الله تعجبك والله يخليك إلنا وما يحرمنا منك، أحبك جداً. واللافت في الموضوع كان وجود زوجة الفنان وائل جسار مع ابنتها خلال تسجيل الأغنية، إذ ظهرت منسجمة عند سماع أداء ابنتها الذي لطالما أثنى عليه والدها وائل جسار. أنا مش مصدق إننا مش ويا بعض. من جهته، أعرب الفنان اللبناني وائل جسار عن سعادته بهذه المفاجأة، وأعاد نشر الفيديو عبر صفحته على فيسبوك وعلق: يا حياة قلبي يا بابا، الله يخلي لي إياكي، بحبك كتير. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الأغنية مشيدين بصوتها الذي شبهوه بصوت والدها وائل جسار. وكان قد أثنى وائل في حديث تلفزيوني على موهبة ابنته مارلان في الغناء قائلاً: سمعتني أغنية باللغة الإنجليزية كانت قد أدتها بصوتها، والحقيقة إحساس رائع وما غلطت ولا غلطة في الأغنية. هي حالياً 16 سنة وأنا قلت لها ركزي في دراستك بالوقت الحالي، لأنه لا أحبث دخولها مجال الفن في الوقت الحالي. وأوضح أنه لا يعارض فكرة غنائها وتقديم أعمال فنية، شرط ألا تنهمك بشكل كامل بالفن الذي وصفه بالمرهق والمتعب، وعلق: الفن بيخلي الفنان مشغول طوال 24 ساعة يومياً.